السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة عمر للتقنية. في فيديو اليوم سنتحدث عن طريقة عمل كتابة سفلية أو ترجمة لأي فيديو تريده بدون استخدام أي برامج. تابعوا معنا هذا الفيديو لتعرفوا كيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لعمل ترجمة لهذا الفيديو أو كتابة سفلية، نتأكد من عدم وجود ترجمة سفلية أولا. السلام عليكم ورحمة الله، فيديو جديد على قناة عمر. كتابة سفلية أو ترجمة لأي فيديو تريده بدون استخدام. كما رأيتم الفيديو لا يحوي على أي ترجمة أو كتابة سفلية، هذا الفيديو أنا أنشأته لكي نجرب عليه. بداية ننشئ مجلد جديد أو نيو فولدر، نضع هذا الفيديو بداخله، ندخل إلى هذا المجلد. الآن لإنشاء ترجمة أو كتابة سفلية لهذا الفيديو نضغط زر يمين ثم نيو ثم تكست دوكيومنت أو باللغة العربية مستند نص. تمام، بداية هذا المستند يجب أن يكون بنفس اسم هذا الفيديو. نضغط F2 لإعادة التسمية، وهنا أيضا نعيد التسمية ونلصق اسم الفيديو هنا بيست ليكون النص والفيديو بنفس الاسم. الآن نفتح المستند، نكتب هنا 1 يعني الجملة الأولى، نضغط Enter ثم نكتب الكود التالي 00.00.00.3 أصفار. لفهم هذه الأرقام، أولا هنا الساعات، خانة الساعات، وهنا الدقائق، وهنا الثواني، وهنا الأجزاء من الثانية للجملة الأولى، بداية الجملة الأولى. الآن نترك فراغ ثم نكتب هذا الرمز ثم فراغ أيضا ثم ننسخ هذه الأرقام ونلصقها هنا ونضغط Enter. الآن لكي نفهم هذا الأمر، أولا عندنا الجملة الأولى التي سنكتبها هنا، توقيت بداية الجملة الأولى وتوقيت نهاية الجملة الأولى بكل بساطة. والآن نريد أن نكتب الجملة الأولى ونعرف توقيت بدايتها ونهايتها، لنفتح الفيديو ونستمع منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، والآن سمعنا إلى الجملة الأولى والتي تبدأ من الثانية رقم 0 إلى الثانية رقم 4. 0 نتركها 0، هنا ينتهي الفيديو في الثانية الرابعة. نكتب الجملة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وإلى هنا تكون الجملة الأولى قد انتهت. الآن نترك سطر فارغ بالضغط على زر Enter، نكتب 2 الجملة الثانية. لكي لا نتعب في إعادة الكتابة ننسخ هذه الأرقام ونلصقها هنا. الآن بالتأكيد ستبدأ الجملة الثانية بعد الجملة الأولى، انتهت الجملة الأولى في الثانية 4، نكتب هنا 4 ونكتب أجزاء من الثانية لتبدأ الجملة الثانية بعد أجزاء من الثانية من انتهاء الجملة الأولى. لكي نعرف انتهاء الجملة الثانية نفتح الفيديو مرة أخرى وننظر. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة عمر للتقنية. تمام، تنتهي في الثانية 7، نكتب هنا الجملة الثانية وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة عمر للتقنية. الآن الجملة الثالثة نفس الأمر تماما، هنا نلصق هذه الأرقام، انتهت الجملة الثانية بهذا التوقيت، إذن ستبدأ الجملة الثالثة بعدها بقليل. تمام، الآن نرجع إلى الفيديو. في فيديو اليوم سنتحدث عن طريقة عمل كتابة سفلية أو ترجمة لأي فيديو تريده. الجملة الثالثة تبدأ بالثانية رقم 14، والآن لنكتب الجملة الثالثة. في فيديو اليوم سنتعلم طريقة كتابة سفلية أو ترجمة لأي فيديو تريده. الجملة الرابعة، نقسم الجمل كي لا تكون جمل طويلة بدون استخدام أي برامج. الآن نكتب الجملة الخامسة، بدون استخدام أي برامج. كما رأيتم ينتهي في الثانية 16، وهنا يبدأ في الثانية 14 وجزء من الثانية، نضغط Enter أيضا. الجملة الخامسة، تابعوا معنا هذا الفيديو لتعرفوا كيف. الجملة الخامسة نلصق التوقيت ثم نكتب تابعوا معنا هذا الفيديو لتعرفوا كيف.
طبعا هذه الجملة الخامسة تبدأ بعد انتهاء الجملة الرابعة. الجملة الرابعة تنتهي ب16 ثانية هنا لتبدأ بعدها بأجزاء من الثانية، وتنتهي الجملة بانتهاء الفيديو في الثانية رقم 18. الآن كما رأيتم أصبح عندنا ملف ترجمة وفيه جميع التوقيتات والجمل التي في الفيديو. نغلق الآن هذا المستند ونقول له سيف حفظ بدون تغيير أي شيء. الآن نفتح الفيديو لنرى هل ظهرت هذه الترجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة عمر للتقنية. في فيديو اليوم سنتحدث عن طريقة عمل كتابة سفلية أو ترجمة لأي فيديو تريده بدون استخدام أي برامج. تابعوا معنا هذا الفيديو لتعرفوا كيف. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.